عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله الواحد الديان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله جباهكم عن النار، وأسأل الله جل وعلا الذي مد في الأعمار ونسأ في الآثار، وها هو جل وعلا يدفعنا ويسوقنا إلى أجمل أيام الدنيا وأفضل أيام الدنيا وأعظم موسم للطاعات في الدنيا كلها، العشر الأوائل من ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم معاشر الأحبة، ها نحن في موسم من مواسم الآخرة، وها نحن في أيام ما طلعت الشمس ولا غربت على خير من هذه الأيام، وإنك لتعجب أن عشر ذي الحجة لا يحتفي الناس، أو كثيرا من الناس لا يحتفون بها، مع أنهم يحتفون برمضان ويفرحون برمضان، وحق لهم أن يفرحوا برمضان، لكن ما علموا أن هذه العشر هي خير من أيام الدنيا كلها، أي أنها على الصحيح خير من نهار رمضان، بل والصحيح خير من ليالي رمضان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي المراد بها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. هذه الأيام المعلومات، هذه الأيام التي تجتمع فيها أركان الإسلام، كل أركان الإسلام. وتصوروا معي، هل ممكن أن تجتمع أركان الإسلام كلها في أيام إلا هذه الأيام؟ لا يمكن. ممكن أن يأتي رمضان ونصومه، ثم بعد ذلك نزكي فيه ونصلي فيه ونعلن التوحيد فيه، لكن أين الحج؟ لا نستطيع أن نحج البيت الحرام إلا في أيام العشر، في آخرها يبدأ أيام الحج البيت الحرام من وقفة عرفة، ولمن أراد السنة من التروية إلى أيام التشريق. إذن هذه العشر هي درة الليالي، درة الأيام، سرة الكون كله، هنيئا للمؤمن الذي يبلغها. لا بد أن نفرح بها، ولا بد أن نحتفي بها، لا أن نقيم احتفالات، لا، ولكن نجدد القلب في المسير إلى الله جل وعلا، نجدد التوبة في الإقبال على الله جل وعلا. هذه الأيام التي البعض منا تمر عليه مروراً، لا أقول مرور الكرام، فالكرام إذا مروا فإنهم كرام، لكن يمر بعضنا عليه هذه العشر وهو ما شعر بلذتها وما شعر بتعظيمها. أتدرون أن العبد إذا ما عظم شعائر الله فمعنى ذلك فإنه لا خير فيه ولا تقوى في قلبه تقوى كاملة، لأن من يعظم شعائر الله، قال الله، فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله ليس النحر والهدي والأضحية، إنما ما عظمه الله في دينه ينبغي لنا أن نعظمه، ما جعله الله عظيماً عزيزاً يجب أن نفرح به ونعظمه. ولذلك البعض منا في هذه في رمضان كان يتخفف من الأعمال ويمكث في المسجد ويقرأ القرآن ويفطر الصائمين ويتصدق من ماله ويقوم الليل. أتدري يا عبد الله أن هذه العشر خير من شهور العام كلها؟ شمس الدين ابن القيم عليه رحمة الله
وهو يتحدث عن تفضيل العشر الأوائل من ذي الحجة على العشر الأواخر من ذي الحجة من العشر الأواخر من رمضان، قام فقال قولا وسطا، فقال أما ليل العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو أفضل. هذا قول لشمس الدين رحمه الله، وقول آخر لكثير من أهل العلم، بل إن العشر الأوائل من ذي الحجة هي خير من رمضان ليله ونهاره، لأن الليل يسبق النهار والنهار تبعه الليل، فلا بد أن يكون الفضل لليل والنهار مجتمعين. لذلك أقول البعض منا فعلا قلبه يستعد ويفرح ويستبشر ويبشر الناس ويهنئ الناس برمضان، وهذا حسن، لكنه لا يجد في قلبه أن إيمانه زاد ولا إن إقباله قد زاد، مع أنه في أفضل أيام الدنيا. وتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال الصحابة وقد استغربوا: الله يحب العمل في هذه العشر حتى خير وأفضل من ذروة سنام الإسلام الجهاد؟ لأنهم في أذهانهم رضي الله عنهم يعلمون أنه لا يفوق الجهاد شيء، لأن الجهاد بذل للروح، بذل للروح في ساحة الوغى وبيع للروح لله. قال الحبيب: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استدرك وذكر نوعا واحدا من أنواع المجاهدين: إلا رجل خرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أخذ المال كله، فرسه وسلاحه وأماله ومتاعه، ثم خرج في سبيل الله فقتل هناك وأخذ المال كله وعقرت فرسه وليس عنده بعد ذلك شيء. هذا النوع من أنواع الجهاد هو الذي يساوي العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. أرأيتم خيرا من هذه الليالي والأيام؟ لا والله، لا والله. لذلك هذا العمل الصالح في هذه الأيام عزاء، عزاء لمن فرط في رمضان وبكى على رحيل رمضان. أقول له: حق لك أن تبكي على التفريط لأنك فرطت، لكن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وها أنت في موسم من مواسم الجنة، وفيه جميع أيام العام التي هي خير أيام طلعت عليها الشمس، فيها يوم عرفة، وفيها يوم الحج الأكبر، وفيها جميع العبادات. ولذلك نستطيع أن نقول إننا في أفضل أيام العام بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أعظم موسم في العام كله لطاعة الرحمن. يواصل بإذن الله، نواصل الحديث في الحلقات القادمة عن العبادات في أفضل أيام الدنيا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله الواحد الديان.